تحت شعار نقابة نحو المستقبل، نظمت النقابة الفرعية لجنوب الجيزة ملتقا لمحاميها في الفترة من 21 إلى 23 مارس تحت رعاية النقيب العام وبإشراف صلحين المهدي عضو مجلس النقابة العامة وحضور أعضاء من مجلسي النقابة العامة والفرعية. وفي كلمته أشار صلحين المهدي إلى أن الهدف من الملتقى هو التقريب والتواصل بين الجمعية العمومية والنقابة العامة من جانب والنقابة الفرعية من جانب آخر، بغية الارتقاء بالعمل النقابي وتطوير الخدمات النقابية والإجابة عن كل ما يدور في أذهان المحامين. إحنا جايين في حوار مباشر ووجه لوجه مع السادة أعضاء النقابة العامة للمحامين والسادة أعضاء مجلس نقابة محامين 6 أكتوبر، على أساس أن المفروض أن العضو ما يبقاش بعيد عن جمعيته العمومية. تمام، انتوا في أوقات كتير قلتوا أن النقابة العامة بعيدة عن الجمعية العمومية، وفين؟ احنا ما بنوصلش لأعضاء النقابة العامة، احنا ما بنوصلش للنقيب العام، احنا ما بنوصلش لحد يسمعنا. كانت الفكرة لا، احنا هنعمل ملتقى وسميناه ملتقى حوار ما بين الجمعية العمومية ولمحامين 6 اكتوبر وما بين السيد النقيب واعضاء النقابة العامة. وشدد خالد ابو كريشة امين عام النقابة العامة على ان المحامين هم اصحاب فن استرداد الحقوق وان تلك الرسالة يعتز ويفتخر بها المحامي. وأعرب أبو كريشة عن أن المجلس يسعى إلى معرفة مردود ما اتخذه من قرارات وما حققه من إنجازات من خلال التواصل وإجراء حوار متبادل. أن الغاية ليست خطابة من طرف واحد ولا رسائل موجهة لتستقبل، وإنما هو حوار متبادل، في السؤال استفسار تقابله إجابة وإزالة لأي غموض، ويقابله أيضاً تكليف من حضراتكم لوكلائكم، فأنتم الأصلاء الذين أنبتم عنكم وكلاء لإدارة شؤون نقابتكم، فهذه الأسئلة وهذه الاستفسارات وهذه الانتقادات لا نراها إلا تكليفا جديدا يحمل العاتق بمزيد من المسؤوليات، لأن أرقى ما يمكن أن يصل الإنسان إليه من قيمة هو ما يحرزه المحامي حينما يفلح في أن يثبت أنه كان محل ثقة في محلها لأمانة الوكالة عمن ائتمنه. فحقيقة ما أكرم أن يكون الإنسان محاميا للمحامين، وهذا هو طبيعة العمل النقابي ولا يفهم إلا على هذه الشاكلة. فيما أعرب يحيى التوني أمين الصندوق عن حرص مجلس النقابة على حضور ملتقى شباب المحامين لأنهم عماد الأمة ولهم المستقبل وسيكون من بينهم من يقود دفة المحاماة. وإذا كنا جئنا اليوم مجلس النقابة لنلتقي بكم فأننا سعداء جدا أن نلتقي بشباب المحامين الذين لهم منا كل التقدير، وأنتم عماد هذه الأمة ولكم المستقبل القادم، وقد يكون من بينكم من هو يقود دفة نقابة المحامين في الأيام القادمة إن شاء الله. وبدوره أشار ماجد حنا عضو مجلس النقابة العامة إلى أن المجلس نقيبا وأعضاء على استعداد تام لسماع طلبات جموع المحامين والرد على تساؤلاتهم. حقيقة أنا جاي مخصوص عشان نسمع شكواكم، نسمع طلباتكم. النهاردة كل الموجودين سواء الأمين العام أو أمين الصندوق أو أعضاء مجلس النقابة جاي النهاردة، مش إحنا جايين نسمعكم، عايزين نسمع كل واحد عنده ايه. ولفت كمال مهنا عضو مجلس النقابة العامة عن شمال الجيزة لأن كثيرا من المحامين لديهم رغبة في فتح حوار مع أعضاء المجلس، وأن الاستماع إلى المحامين واجب على أعضاء مجلس النقابة العامة في حدود المصلحة العامة التي آمن بها المجلس. بلا حدود وبلا قيود نستمع إليكم إلى أقصى مدى يمكن أن يدور في خلد أحدكم. الحقيقة كثير من الزملاء على مدار اليوم النهاردة لمست لديهم رغبة في أن نفتح حوار مفتوح مع السادة أعضاء المجلس.
كما رحب نقيب محامين بورسعيد أحمد عبد النعيم بجموع محامي جنوب الجيزة الذين شاركوا في ملتقى وأعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية، وشدد على استعداده التام لتقديمه كل أشكال العون والمساعدة للحاضرين. نحن سعداء بكم وبلقائكم. عندنا في بورسعيد لما يكون واحد عزيز علينا قوي وجانا المنزل بنقول له زرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا بقول لكم زرنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومرحبا بحضراتكم وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. أنا جئت معكم مشاركة، ولكن أقول لكم إني تحت أمركم ومعكم إلى أن ينتهي هذا اللقاء بسلام والأمان. فأنا تحت أمركم، اطلبوا وأنا سألبي لكم كل شيء في بورسعيد إن شاء الله. ومثلت المطالبات بزيادة سقف المعاش وإتاحة الفرصة للمشاركة وإبداء الرأي في العمل السياسي أبرز المداخلات التي شملها اللقاء، بجانب وضع حلول لما يواجهه المحامون من ضغوط نفسية داخل النيابات والمحاكم. كما طلب المحامون بتوضيح الدور الوطني لنقابة المحامين وآلية تحقيق العدالة وموقف محامي مصر مما يحدث في الوطن العربي. وافتتح الملتقى ضيف الله الطيب أمين صندوق نقابة محامي جنوب الجيزة بحضور صفوة كمال عضو مجلس النقابة العامة.